واحد من أكثر الفيديوهات انتشاراً في معركة كورسك هو فيديو لتدمير مدرعة سترايكر الأمريكية، واحدة من أقوى القطع الحربية في الميدان. الفيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وتداول بعدها رواد مواقع التواصل وصفحات الأخبار على السوشيال ميديا. الفيديو بيوثق مشاهد تدمير مدرعة سترايكر تابعة للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرات لانسيت في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. كالعادة تعليقات كتير اجت على السوشيال ميديا على الفيديو الاستهدافات اللي شفناهم مع بعض. خلينا نشوف جزء منها. نبدأ مع معاذ يلي قال طائرة شريرة، كمان عنا مشاركة من علي يلي قال رد بوتين بدأ.